ما تنسوش البنات ابوني او الاشتراك، العلامة الحمراء والضغط على الجرس بالتوصل بكل جديد الفيديوهات، واكيد لي لايك ديالكم اللي كتفرحنا. نموت عليكم الغزالات. لاباس عليكم بخير، نتمنىكم تكونوا دائما على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. اول حاجه غنشكركم بزاف 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 على الكلام تاعكم الرائع واكثر من رائع البنات اللي خليتوا ليا في الاخر فيديو، والفيديو نال الرضا ديالكم. ما كنتش متوقعه انه غادي يعجبكم لهذه الدرجه. هذه فعلا الوصفات اللي عملت لكم بدون غسل، وصفه بدون غسل لتساقط الشعر والطول وعلاج الفراغات وجميع المشاكل الشعر، راه زوينه وشكرتوني عليها. كنشكركم بزاف من هذا المنبر، وكنقول لكم ربي يخليكم ليا، ونتمنى ان دائما نعطيكم الجديد الوصفات ووصفات يكونوا في المتناول الجميع. وصفه اليوم كيراتين. كيراتين البنات بزاف الناس وكنت انا منهم اللي كنعانيو من تقصف الشعر، بالاخص البنات في الاطراف تاع الشعر كيكون هذاك التقصف، يعني دائما خصنا اننا نرطبوهم ونغذيوهم. وغنعطيكم واحد الكيراتين اللي هو زوين كنستعملو انا، وكي يعني من الاستعمال الاول البنات، من الاستعمال الاول كيعطيكم النتيجه وغتلاحظوها، وغادي تقولوها لي ان شاء الله في التعليق. ونتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، ونكون انا خفيفه على قلوبكم وفرجه ممتعه ان شاء الله، ونبداو على بركه الله. المهم انا البنات غنبداو في المكونات. عندي هنا مايزينا البنات او النشا، هو هاد الوصفه هذه وصفه اللي هو هاد النشا او مايزينا ضروري يكون عندنا، يعني ضروري في هاد الوصفه هذه. شنو عندي؟ عندي اي نوع من اي لاكريم البنات اللي هو خاص لكم بالشعر ديالكم، ماسك اللي كتستعمل البنات للشعر ديالكم، اي نوع. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن انكم تضيفوا زبده الشيا ملعقه، او ممكن الزبده تاع الطبخ العاديه ديالنا. وغادي نضيف ليها زيت الخروع. زيت الخروع البنات باش يحميكم من التساقط الشعر، كما متعودين عليا وصفه للتطويل وفي نفس الوقت ترطيب الشعر وتعطيكم واحد اللمعه وتعالج لكم الفراغات. عندي هنا زيت الخروع. زيت اللوز ممكن انكم تستبدلوه في المكان ديالو زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت نواة كوكو. المهم الا ما كانش عندكم استعملوا زيت الزيتون البنات، زيت الزيتون حتى هو زوين. غنعمل واحد بعض القطرات تاع زيت الجوجوب البنات، لانه كيعجبني ومن محبين انا ديال هذا الزيت هذا، وكنفضل ان جميع البنات انهم يشريوه ويكون عندهم في المنزل ديالهم، لانه كيحميكم البنات من التساقط الشعر وزوين بزاف. وبالنسبه للناس اللي عندهم القشره ورائع حتى البشره ديال الوجه ديالكم، راه زوين هذا زيت الجوجوبا. هنا عندي باش ما غاديش نطولوا الفيديو، عندي واحد الزليفه او اناء بلاستيكي كيما هكذا، غادي غنوضع البنات ملعقه كبيره ديال هاد، غادي نزيد شويه لان ملعقه كبيره ديال مايزينا، ديال مايزينا. بنات ما تديوش على هاد القشور الرمان تجيو تقولوا زبل، ماشي زبل حاشاكم، هذا قشور الرمان. انتم البنات راني باش غادي نيبسهم كما متعودين عليا انني القشور الرمان البنات ما كنستغناش عليهم نهائيا. هانتوما نهائيا البنات ما كنستغناش عليهم، يعني عاد هاد القشور الرمان عندي بحال شي بحال الذهب بحال ما عرف شنو، عا كنشوف قشور الرمان خاصني نجمعهم باش نكرمهم ونرجعو بودر وكنستعملو في الوصفات ديال الشعر. المهم هنا عملت ملعقه كبيره البنات، نشوف نتمنى انه يكون واضح لكم. درت ملعقه كبيره ديال المايزينا او النشا. غادي ندير كاس كبير تقريبا هكذا ديال الماء، وغنديرو في الميكرووند. بالنسبه للميكرووند البنات الا ما كانتش متوفره عندكم ممكن هاد الوصفه هذه غتستعملوها في الكاسرول، غديروها في الكاسرول فوق النار حتى يعقد لكم البنات غير شويه، حنا ما محتاجينوش يعقد لنا ويولي خاسر بزاف، غير شويه انتما غادي تشوفوا القوام. بالنسبه لي انا عندي الميكرووند البنات غادي نديرو بعض الدقائق ونرجع لكم باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش. هانتوما البنات غتشوفوا القوام ديالها كيفاش ولا، هانتوما كيولي هذا هو القوام اللي حنا حابينه، ما بغيناش يكون عاقد لينا. قلت لكم الا ما كانش البنات عندكم ميكرووند ماشي مشكله، عملوه في الكاسرول غير واحد شويه حتى يرجع لكم هذا القوام هذا وطفوا عليه صافي.
اللي محتاجين بحال هكذايا. اش غادي نضيف له؟ غادي نضيف له ملعقه كبيره ديال من هذا الماسك، ملعقه كبيره من هذا الماسك البنات، وانتوما اللي متوفر عندكم على حسب نوعيه الشعر اللي عندكم، ماشي بالضروري البنات هاد لامارك هادي. غادي ندير ملعقه كبيره ديال زيت الخروع، ملعقه كبيره الخروع، وغادي ندير ملعقتين من زيت اللوز، ملعقتين من زيت اللوز، وغادي ندير تقريبا ملعقه من زيت جرجوبة، وصافي غنبدا نخلطو. كما شفتوا وصفه ساهله والله البنات، والله البنات الا جربتوها والله ما غتبقاو تستغناو عليها، لانها البنات هانتوما كتشوفوا القوام تاعها كيرجع، يرجع بحال شي كريمي البنات، وزوينه وخطيره البنات، خطيره 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 للشعر في الترطيب البنات. جربوها والله ما غادي تندموا البنات، هانتوما غادي تجربوها وغادي تردوا عليا ان شاء الله في التعليقات، وغنتسناكم ان شاء الله في التعليق يعني، وتردوا عليا تقولوا لي كيفاش رجعت لكم شعركم. والله البنات كترجع الشعر حرير ورطب. هانتوما شو القوام البنات كي كيولي، كيولي بحال شي كريمه البنات اللي كتشريوه من لي ماكازا كما هكذاك. ممكن انكم تحتفظوا به، ممكن انكم ديروا هذه الوصفه هذه وتعملوها في واحد القنينه اللي هي فارغه وتحتفظوا بها لمده اسبوع البنات، او ممكن حتى انكم تحتفظوا بها البنات حتى تقربي شي 12 يوم، شي 12 يوم وهي عندكم البنات في الثلاجه بدون ما تفسد لكم، بدون ما تخسر لكم نهائيا. هانتوما البنات جربوها وغادي تشوفوا الشعر ديالكم كي غيرجع. بالنسبه للطريقه غندوزوا البنات للطريقه ديالتها، غتشوفوها كما غنديرها لكم على البنيات ديالي، ولكن غنقول لكم بالنسبه لكنتو حابين انكم تعملوها في الدوش، غسلوا شعركم هو الاول، نظفوا شعركم هو الاول، وعملوا هاد الوصفه هذه كماسك للشعر ديالكم، يعني بحال غتستعملوا هاد الماسك هذا لشعركم، ثم غتستعملوا هذه وصفه اللي هي طبيعيه هذه، غتخليوها تتفركوا الجسم تاعكم وتقضيو الغراض ديالكم ديال الجسم تاعكم كامل، ومن بعد غادي تنظفوا الشعر ديالكم مره اخرى. هذا هو اللي انا كنستعملو اكثريه، كندير هاد الوصفه البنات، كنغسل شعري كنظف شعري هو الاول، ومن بعد كندير هاد الوصفه هذه، كنخليها بما فركت الجسم تاعي وساليت عاده كنغسل شعري. والله البنات كترجع الشعر حرير ومسبسب، والله واحد اللمعه اللي ما كتصوروهاش البنات، ما كتصوروهاش. وكما شفتوا مكونات سهله وفي المتناول ديالكم. بالنسبه لزيت الخروع فهاد الوصفه الا كان عندكم، لما كانش عندكم بلاش البنات، انا المهم الوصفه اللي بالنسبه للترطيب راه هي هاد مايزينا، وديروا زيت الزيتون الا كان عندكم، وهاد لاكريم. والا ما كانش عندكم زيت الخروع، هو زيت الخروع علاش البنات انا ضفت هاد جوج مكونات، زيت الخروع وزيت الجوجوبا، لانه انا دائما كنحب انني ندير وصفه للترطيب وفي نفس الوقت تعالجيه التساقط، دائما هذا مبدئي في الوصفات، دائما ترطيب ونعملوا معاها. انا ما كرهتش ندير القشور الرمان تما نحطو هنا مع هذه الوصفه هذه، ولكن الوصفه كتكون كما هكذا كما انا صيبتها معكم دابا، تبعوها بهذه الطريقه وغادي تشوفوا النتيجه اللي غادي تنال الرضا ديالكم البنات. صبقوا البنات الاطراف هما الاولين بهذا الشكل، كما كتحسوا بان انه تلبس لكم في الشعر ديالكم كامل. وملي كيكون البنات سارد كيساعدكم ما كيتشربش لكم الماسك بزاف، يعني ممكن البنات ضروري مع الخطوه هذه انكم تبقاو تعملوا بهذه الطريقه هذه، باش كتدخلوا ليك المكونات كتدخلوهم في الشعر وفي الشعر اللي كيكون ضروري، اخص الشعر اللي كيكون البنات متقصف
كما كتشوفوا الشعر كيفاش كيولي، كيولي املس المهم البنات نخليه لها تقريبا 30 دقيقة ونرجع لكم بعد ما غننظف لها شعرها ونرجع لكم ان شاء الله. هذا الناس شعر بالصوره سواء داو على بركه الله بسم الله ما شاء الله. هانتوما البنات ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هانتوما فعلا هانتوما كيرجع البنات الشعر رائع وزويون. دوري اسم جنات بقاو تعملوهم لبنياتكم الا كان شعرهم شويه واقف وشعرهم شويه ما كيبغيش يدير لكم هكذا، راه بقاو تستعملوا من البنات هاد الوصفات راه فعلا البنات كيعطيو نتيجه وشعر بناتي الحمد لله. عندي شويه بنتي الكبرى اللي شعرها شويه كيتساقط ليها، غادي نبقى نحط ليها الوصفات البنات في هذه المده ان شاء الله غنبقى نحط لكم الوصفات على بنات على بنياتي، غنبينوا لكم على بنياتي لان شعرهم شعر بنتي الكبرى كيتساقط ليها وغنبقى نحط ليها كذا وصفات. ودابا غنوريكم الشعر بنتي الكبرى وهانتوما النتيجه هي هادي، وهذه ما شاء الله شعر بنتي الكبرى الله يحفظها لي ويخليهم ليا ويخلي لكم وليداتكم وبنياتكم وكاع معز عليكم ان شاء الله. هانتوما لان فعلا البنات كيعطي نتيجه زوينه بزاف، وبقاو دهنوا لبنياتكم البنات في هذاك الزيت اللي كنت درت معاكم في الحلقه، ولا حبيتوا اننا نحط لكم واحد الزيت اخر حتى هو زوين بزاف البنات، ممكن انكم دهنوا لبنياتكم ما غادي يجيهم لا قمل لا حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت البنات غادي يطول لهم شعرهم ويعالج لهم تساقط الشعر. انا عندي مشكله مع بنتي الكبرى شعرها شويه بدا كيتساقط ليها مع هذا الخريف هذا، ولكن باذن الله تعالى غادي نبقى نحط ليها كل اسبوع او ممكن في العطله غنبقى نحط لها مرتين في الاسبوع غنحط ليها الوصفات على شعرها ان شاء الله، وباذن الله ما غاديش يبقى يتساقط. بالنسبه لكم الا تبعتوا المحتوى وتبعتوا الوصفات قسما بربي البنات ما غيبقى يتساقط لكم شعركم وما غيبقاش نهائيا عندكم الفراغات، لان كنهضر لكم ماشي كنهضر على الخاوي، انني انا واثقه في الوصفات ديالي، يعني مادام كنقول لكم استعملوا الوصفات ديال المراه المغربيه في فرنسا الا واثقه البنات واثقه مليون في المية انهم غادي يعطيوكم نتيجه. كنشكركم بالنسبه للاخوات اللي كيقول لها ملكه الوصفات، شكرا لكم بزاف 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 ملكه اليوتيوب شكرا لكم، يعني واحد الشهاده كنعتز بها وكنتمنى اني نكون دائما عند حسن الظن ديالكم فيا. هذه هما بنياتي والله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم بنياتكم ويخلي لكم معز عليكم ان شاء الله. نتمنى من الحلقه انها تنال الرضا ديالكم على الغزالات ديالي وتعجبكم، وشتو النتيجه اللي هي زوينه زوينه بزاف، وبقاو تستعملوا هذه الوصفات للبنيات ديالكم وحتى لشعركم. بالنسبه للناس الاخوات اللي شعرهم ناشف كنقول لكم راه حتى انا شعري البنات ناشف بزاف، كتقولي لا راه شعرك اصلا رطب وزوين وحرير، راه شعري ماشي رطب وماشي حرير البنات، الام تاعك كانت والله تاع حد شوفوا راه نهار غنمشي للمغرب راه غنعطيكم واحد الشهاده من الام تاعي من الام تاعي ومن عائلتي، راه غادي تشوفوا شعري كي كان، راه شعري كرده البنات والله الا شعري كرده والله، راه بنتي انا شعري جيكس ولكن بالوصفات الله يلاهم اللي رجعوا لي البنات هكا شعري، راه غير بقاو تستعملوا الوصفات والله، وبالاخص كنقول لكم وصفاتي كنهضر على وصفاتي انا ما كناخذ وصفات من حتى شي واحد، جربوا وصفاتي انا واثقه فيهم مليون في المية. المهم وصفه الحلقه انتهت، نتمنى لكم انكم دائما تدعموني وما تنساوناش باللايك ديالكم والتعليق ديالكم، نموت عليكم.